انت جاي من بلد علشان بلد تاني عشان تعمل لك اسم ولناديك ولفرقتك ولكل حاجه. تعيين عمرو مرعي واختياره في قائمه النومينيز للاعبي الشهر في اكتوبر، شهر اكتوبر في تونس، شهر 10 في تونس، هو يعني اختيار منطقي نظرا لما قدمه عمرو مرعي في الفتره الاخيره، يعني متالق بصفه كبيره ياسر مع النجم الرياضي الساحلي، وذلك كان منتظر يعني اختياره ضمن الخمسه افضل لاعبين في تونس خلال شهر اكتوبر. بالطبيعه هو ولو انه ما فازش بالمركز الاول، ولكن حتى عمليه اختياره كانت يعني لديها وقع طيب وسداد طيب جدا عن جماهير النجم الرياضي الساحلي. المسابقه ذا يعني تم احسن لاعبين في الكره التونسيه، وهنا فما تنافس كبير وكبير ياسر. اليوم عمرو مرعي يعني في على الاقل في الاشهر اللي فاتوا كان بعيد شويه على المنافسه هذه الكبيره اللي كانت بين لاعبيه كبار وكبار ياسر ناشطين في الانديه التونسيه. اليوم عمرو مرعي قدم شهر ممتاز جدا، وهذا اللي خلاه يكون مرشح من بين الخمسه مرشحين لنيل الجائزه هذه نتاع افضل لاعب في الشارع. يقول لك انه عمرو مرعي ما كانش في المستوى نتاعو منذ قدوم النجم الساحلي، كان مش مقبول من الجماهير لانه يعني ضيع برشا فرص مهمه في مباريات كبيره للنجم الساحلي، لكن بقدوم المدرب الجديد والتركيبه الجديده نتاع الفريق عمرو لقى فرصته، لقى كيفاش يكور اكثر، لقى روحه مرتاح ولا يسجل في الاهداف، سجل 3 اهداف في الشهر اللي ترشح فيك افضل لاعب في الشهر. عمرو مرعي كان حاسم في البطوله العربيه الشهر اللي فات، وكان حاسم زاده في البطوله التونسيه، وكان سجل دوبليريناها امام الاتحاد المونستيري، وكان حسم مع الفريق عمرو مرعي. في وقت اللي جاء عمرو مرعي لتونس للنجم الرياضي الساحلي كان الفريق يمر نوعا ما بصعوبات مش كبيره ولكن صعوبات، وكلنا نذكروا حتى شنو اللي صار في النجم الرياضي الساحلي بعد خسارته ضد الاهلي المصري في ديسمبر 2017 في نصف نهائي كاس رابطه الابطال الافريقيه بنتيجه 6-2، وقت عمرو مرعي كان موجود في المباراه. الفتره يمكن أسوأ فتره مر بها عمرو مرعي هي فتره خالد المذري، ما كانش من اللاعبين الاساسيين، ما كانش يعمل عليه برشا في الفريق، وما كانش من الورقات اللي كان يعمل عليها خير الدين ماضي، وحتى كان مطروح موضوع خروج عمرو مرعي ومغادره النجم الرياضي الساحلي. النجم الساحلي في كل ميركاتو يبحث عن مهاجمين جدد، يعني هنا هي في حد ذاتها اجابه انه نادي يبحث عن مهاجمين جدد في الوقت اللي هو عنده مهاجم يعني برتبه هداف. بديت اقلم مع جو البطوله التونسيه، خاطر البطوله التونسيه والبطوله المصريه مش كيف عمرو، بديت اقلم مع البطوله التونسيه ونتوقع له انه باش يكمل موسم ممتاز السنه، سورتو انه النجم الساحلي قاعد يقدم في البطوله العربيه، قاعد يقدم في البطوله التونسيه زاده، ونتصور انه عمرو باش يكون متواجد معنا مره اخرى في لاعب شهر، ولما لا يكون هو لاعب شهر كان حبه الجماهير. فريق عمرو مرعي صحيح ما تخلش كما لازم، القش التوازن نتاعو من الاول مع النجم الساحلي، لكن بشويه بشويه بدا يدخل في الجو، بدا يعرف الكره التونسيه كيفاش، وكان سجل وكان حاسم في العديد من المناسبات. عمرو مرعي السيزون هذا بدا يلفت الانظار اكثر. اليوم عمرو مرعي منذ بدايه الموسم يتالق بشكل كبير، الموسم الفارط مثلا نشوفوا الاحصائيات نتاع عمرو مرعي نلقاه مسجل 3 تقريبا هدفين أو 3 في كامل الموسم، يعني في 22 مباراه خاضها في الموسم الفارط. الموسم الكروي الفرد نحكيو على البطوله، ما نحكيوش على الكاس، نحكيو على البطوله، سجل تقريبا 3 اهداف وقام ب4 اسيست في 22 مقابل. الموسم هذا لا بالعكس، شفنا 3 اهداف اللي هو سجلهم في الموسم الفرد سجلهم في 6 مقابلات، يعني غاب على مباراه واحده في البطوله. كيف في الشامبيونز ليج قاعد يقدم في مردود طيب وممتاز جدا، كيف في بطوله الشيخ زايد قاعد يقدم في مردود طيب، واصبح من الورقات الرابحه في فريق النجم الرياضي الساحلي. اصبح اي ممرن باش يجي باش يحط عمرو مرعي في حساباته. ممتاز جدا عمرو مرعي في اضافه الهدف الثاني.